حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء اقتصاديون إن هناك تلاعبا وسوقا سوداء تعمل على حصر الدولار وإخفائه وبيعه بأسعار مرتفعة، وأضافوا أن المصارف تقوم بشراء الدولار من البنك المركزي لتغطية التحويلات الخارجية، لكن بيع الدولار إلى المواطنين يتم عن طريق مكاتب الصيرفة، وبالتالي فإن هناك سوقا موازيا وتلاعبا بالعملة، لافتين إلى أن قرابة 34 مليار دولار بيعت إلى 100 مكتب صيرفة حيث لا يعرف مصيرها، وكانت ستسهم في رفع قيمة الدينار أمام الدولار لو نزلت فعلا إلى السوق. قالت اللجنة القانونية النيابية إن أبرز المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة المالية للعام 2023 هي تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ورجحت اللجنة إقرار الموازنة خلال آذار ونيسان من العام المقبل تبعا للضغوط الشعبية والاستحقاقات المعيشية والأساسية للمواطن العراقي، مشيرة إلى أن قانون الموازنة ومسودتها ما زالت لدى الحكومة ولم تصل بعد إلى البرلمان ولم تتضح بنودها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. كشف عضو لجنة النفط والغاز السابق غالب محمد عن وجود طريقتين لتهريب النفط في العراق، الأولى من خلال ثقب الأنابيب الناقلة للنفط والثانية من خلال صهاريج نقلة. وقدر عضو لجنة النفط والغاز السابق خسائر العراق من جراء ذلك بنحو 100,000 برميل يوميا، بما يعادل نحو 3 ملايين برميل شهريا و36 مليون برميل على مدار العام. أعلنت إدارة المعلومات أو إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 220 ألف برميل خلال أو يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت نحو 5 ملايين برميل يوميا، منخفضا بنحو 1 مليون برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 6 ملايين برميل يوميا. وأضافت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 227 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا معدل 282 ألف برميل يوميا. وفي خبرنا الأخير، أكد خبراء اقتصاديون أن النفط سيفقد فائدته خلال 5 سنوات إلى عقد بسبب انتشار الطاقة الشمسية النظيفة، وطالب الخبراء بالتفكير الجدي واستثمار الموارد الطبيعية في العراق من شمس وحركة رياح لإنتاج الطاقة النظيفة في ظل دخول الكثير من دول العالم في هذا المجال واستغنائها تدريجيا عن النفط. وأضاف الخبراء الاقتصاديون أن الشركات الكبرى بدأت منذ فترة بإنتاج السيارات الكهربائية والتي ستبدأ بالانتشار دون الحاجة إلى النفط والغاز، مما يتطلب وضع خطط رصينة وبديلة لمواجهة هذا الأمر. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.